وما زلنا نتابع الجهود المصرية لضمان نفاذ المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح، ومزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية انقل لنا الصورة لديك، وماذا عن المساعدات التي تصل لمطار العريش ليتم إيصالها للأشقاء في قطاع غزة؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل معبر رفح المصري ما زال مفتوحا وسيظل مفتوحا أمام هذه المساعدات المختلفة لتدخل عبر بوابة معبر رفح المصري ليذهب إلى الأشقاء في فلسطين، ولكن دائما ما يعرقل دخول هذه المساعدات هي قوات الاحتلال. نتحدث عن دخول حتى الآن أكثر من 130 شاحنة دخلوا منذ أمس حتى الآن عبر بوابة معبر رفح المصرية، ولكن حتى الآن قوات الاحتلال ما زالت تعرقل دخول هذه الشاحنات وتمنع وصولها إلى الأشقاء في فلسطين، إما في الجنوب أو حتى في وسط قطاع غزة. تحدثوا من قبل عن عدم السماح بدخول هذه المساعدات إلى الشمال نظرا ل يعني استهداف المقاومة في شمال قطاع غزة، ولكن حتى الآن منعوا حتى وصول هذه المساعدات إلى الجنوب أو إلى حتى وسط قطاع غزة. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى أيضا وهي دخول الوقود لأول مرة منذ يومين، كانت هذه الشاحنة المحملة ب 24,000 لترا، ولكن اليوم بعد مجهود مصرية دبلوماسية قوية استطاعت الضغط على قوات الاحتلال لدخول كبير لشاحنات الوقود، حيث دخل أكثر من 150 ألف لترا عبر بوابة معبر رفح المصرية. لا نستطيع أن نحدد إلى أين وصلت هذه، ولكن نتأكد أنها وصلت إلى قطاع غزة. بالفعل وصلت إلى يعني الناحية الفلسطينية، وقررت قوات الاحتلال أن هذا الوقود سيتم استخدامه على في الشاحنات التي كانت متوقفة ومتكدسة داخل الجانب الفلسطيني ليتم نقل هذه المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث أيضا عن خروج المصابين من معبر رفح المصري، وصل عدد المصابين الآن إلى 27 مصابا خرجوا بالفعل حتى الآن من بوابة معبر رفح المصري اليوم فقط، وتم توزيعهم بالفعل على المستشفيات المختلفة، وما زالت سيارات الإسعاف المصرية متوقفة أمام معبر رفح المصري. نتحدث عن هذه الأرقام منذ تقريبا نصف ساعة وقد تزداد بينما نحن نتحدث، وخلال الساعات القادمة أيضا سيارات الإسعاف الفلسطينية بالفعل دخلت إلى المكان الفاصل بين البوابة المصرية والبوابة الفلسطينية واستقبلتها بالفعل سيارات الإسعاف المصرية، وتم نقل هؤلاء المصابين. أيضا بالإضافة لذلك مطار العريش الدولي ما زال يستقبل الطائرات المختلفة، تعدى الآن عدد الطائرات أكثر من 135 طائرة، ربما 136 طائرة حتى الآن محملة بالمساعدات المختلفة، ومنها سيارات الإسعاف. من خلفي سيارات الإسعاف التي جاءت بالفعل اليوم، منها سيارات من الكويت وسيارات من السعودية. هذه السيارات سيتم استخدامهم بعد ذلك لنقل المصابين أو حتى لتذهب عبر بوابة معبر رفح ليتم استخدامها داخل قطاع غزة، مثل سيارات الإسعاف التي تم نقلها من قبل عن طريق معبر رفح، وهي سيارات كويتية سيارات الإسعاف وتم استخدامها بالفعل داخل قطاع غزة. نتحدث أيضا بالإضافة لذلك عن مزدوجي الجنسية. مزدوجي الجنسية خرج عدد كبير منهم اليوم، أكثر من 600 من مزدوجي الجنسية خرجوا بالفعل اليوم عبر بوابة معبر رفح المصرية، من ضمنهم بالطبع مصريين كانوا عالقين هناك في قطاع غزة، وبالطبع ينتظر العالقين بقى من الفلسطينيين هنا في العريش فور فتح بوابة معبر رفح من الناحية الأخرى من قوات الاحتلال ليعودوا مرة أخرى إلى أراضيهم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من العريش، شكرا جزيلا لك.